نعم، مش النيل فقط هو الملهم، في كثير من المهن كمان هي ملهمة. أنا دائما بحيي كل الناس اللي بيكونوا دائما في الأعمال اللي بتكون فيها نوع من التعب لكن فيها حصاد جميل. الأبالة أغلبهم شعراء، بتعرف المعلومة دي؟ أغلب الأبالة. ليه؟ لأنه الطريق بتاعهم طبعا بيكون طويل، فالواحد كده يعني لا إراديا بيلقى روحه هو عنده دوزنة في الكلام، في الحرف، في الشعر، فبيكون يعني في النهاية بيطلع لك بحاجة جميلة جدا، ده غير طبيعة عمله. والله بنحييهم ونصبي عليهم برضه، وتحياتنا لهم من خلال هذا التقرير اللي حنمشي وبتنقلوا الجول لنصل إلى سنار ونشوف تربية الإبل هناك. تنتمي الإبل السودانية لمجموعة الإبل العربية ذات السنام الواحد، إذ يأتي السودان في المرتبة الثانية بعد الصومال التي تؤوي العدد الأكبر للإبل في العالم. العدد الأكبر من الإبل السودانية يتمركز في المناطق الصحراوية الجافة في شمال وشرق السودان. الإبل في المجتمع السوداني أو الألبل كما يحلو للسودانيين تسميتها يطلقون على أصحابها الأبالة، يقضي جل وقته معها، يعتني بها، يسامرها ويحفظ الكثير مما قيل عنها. للإبل مواصفات تدل على أصالتها عند الأبالة، كأن يكون أبيض اللون ذا فم طويل ورقيق، وأن تكون عيناه شديدة الاستدارة واللمعان دلالة على طول نظره، وأذناه مرفوعة إلى أعلى دوما، وأن يكون ضامر البطن نحيلا، سيرانه طويلة بمثلا. كل هذه الصفات تصنف الإبل في السودان إبل حمل المتاع والأثقال وإبل ركوب. هي مخلوقات تتصف بالصبر والحنية، وقيل عنها إنها عند موت صاحبها أو راعيها لا تقرب الطعام وتصدر أصواتا تنم عن الألم وتذرف الدموع، وتفعل نفس الشيء عند بيعها أو ذبحها. وكما للإبل مواصفات وميزات تتميز بها عن غيرها من الحيوانات، أيضا لها أسماء وأنساب. امتدت حميمية العلاقة لأطفاله الذين تفتحت عيونهم على الإبل وتربيتها والعناية بها وشرب لبنها الذي قيل إنه يعالج الكثير من الأمراض. توضع على مخلوفة الإبل العديد من الملحقات، بعضها جمالية وبعضها لراحة الراكب. نذكر منها الفراية، تصنع من جلد البقر لحماية أقدام وسيقان الراكب من الوبر والعرق. ثم الحسكة، وهو ما يسمى في الخيل باللجام، يوضع للتحكم في سرعة الإبل. ثم المخلوفة التي تصنع من خشب السدر وتتكون من الطافات، وهي ما يجلس عليه الراكب، والعكفة للتثبيت وحفظ توازن الراكب، ثم المخلاية التي يوضع عليها الزاد. الحياة وسط الإبل حياة لها طابع خاص وطعم لن يستسيقه إلا العالمون بأسرارها وخفاياها.